بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. طبعا هذا مو شيء غريب على أسرة الحساوي لتكريم جميع اللاعبين اللي حققوا إنجازات في هذا الموسم. طبعا سيد فواز الحساوي يعني له شكر خاص منا احنا وله جميل كبير علينا وفضل كلاعبين نادي الغادسية. يعني هو داعم لنا سواء يوم كان في النادي والآن خارج النادي. قلت لك هذا مو شيء غريب عليه، والله يجزاه خير وبيض الله وجهك يا ابو عزوز. يعني بالعكس احنا شرف لنا، يعني ان كان لاعب عربي او كان خليجي او كان كويتي، ولكن في النهايه هذا نترك الامر للجهاز الفني. واحنا حاليا في نوتنغهام فورست عندنا كشافين على خلينا نقول على الصعيد الخليجي، على الاسيوي، على الاوروبي، فهم عارفين اللاعبين ككل الان وقاعدين يشوفون ايه الانسب لنادي نوتنغهام فورست. إن حالفنا الحظ وصار صرنا جديرين، نتمنى حق اللاعبين الخليجيين أو الأسيويين بالتوفيق، وأتمنى أيضا كذلك لاعبين الأجانب اللي اخترناهم. في النهاية يعني راح يوقع الاختيار على اللاعب المطلوب من قبل الجهاز الفني. حياكم الله. هلا والله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية على مجهودكم الطيب. شكرا للسيد فواز الحساوي على تكريمه اليوم للعبتين السلة والقدم، ما هي غريبة عليه صراحة، الله يعطي العافية. وهذا دعم المعنوي قبل ما يكون هو مادي، يعني يدفع اللعبة ويقدمها للأمام. إن شاء الله نقدم مستويات إن شاء الله بالمواسم الجاية إن شاء الله الأفضل، إن شاء الله يعني نكون متواجدين هنا إن شاء الله كل سنة مع سيد فواز الحساوي، نكون هذه الجمعة الحلوة مع لاعبي القدم، وإن شاء الله اللعبات الثانية بعد تكون تأخذ لها مراكز إن شاء الله يتم تكريمها بإذن الله. عزيز بداية قوية الموسم السابق، بداية بداية قوية حاشك مثل صح. والله يمكن هي البداية كانت لأول ما بلشنا كان الفريق كامل، بعدين حاشتنا إصابات من قبل لاعبين، عندنا يمكن ثلاثة أو أربع لاعبين حاشتهم إصابات تأخذ لها شهر، وأنت عارف يمكن الدوري كان مضغوط شوية وطويل، فيعني ما يمدي اللاعب يرجع إلى الملعب بسرعة، فولا نحب إحنا اللاعب إنه يرجع بسرعة يضغط على إصابته عشان لا تتراكم عليه، يعني أنت عارف. ولكن الحمد لله بالكأس قدمنا مستوى أفضل، حاولنا نطلع بشيء بهذا الموسم. حرام المجهود اللي طاف هذا كله والجمع اللي سويناها ما ناخذ فيها شيء هالموسم، ولكن الحمد لله خذينا ثاني الدوري واول كاس، يعني الحمد لله. انا اقول اجمعين الله يعطيك العافيه وشكرا.
6 أهداف محاولة من الفرحان ينجح عبد العزيز الفرحان بثنائية جميلة جدا هو ومشاري بوقيث والفرحان يخلص هدف لخيطان. يعني الخمس دقائق المتبقية ما زال الشباب أفضلية واضحة وسيطرة على مجريات الشوط الثاني. والبلوشة يا سلام عليك ما في شيء، الحكم بيقول ترجع للفرحان وفي إيقاف لمدة دقيقتين، إيقاف لمدة دقيقتين والفرحان الحكم بيكلم الفرحان بيقول له خلاص القرار عندي أنا. إذا دقيقتين للاعب 33 من الشباب يحصل على الإيقاف وعبد العزيز الفرحان شوفه مرة ثانية هو في مسك واضح جدا وفي إعاقة واضحة جدا وفي إيقاف لمدة دقيقتين، إنما خلاص هو القرار للحكم انتهى عندما تكون هناك صافرة في قرار في إيقاف لمدة دقيقتين. إذن ثواني وندخل في الدقيقة 25 في صافرة وفي وقت مستقطع. هذا عبد العزيز الفرحان أعصاب واضحة جدا طلب وقت مستقطع لنادي خيطان. إذن خيطان بال18 هدف والشباب بال23 إذن 5 أهداف خيطان وإداري خيطان يطلب من اللاعب عبد العزيز الفرحان أن يقادر الملعب. عبد العزيز الفرحان مصمم على أن يبقى داخل ضمن التشكيل سترجع الكرة لخيطان طلب الوقت المستقطع الحكم علي اليزيدي وزميله خالد الهين بإدارة هادئة وموفقة للشوط الأول والشوط الثاني. نتكلم عن أقل من 5 دقائق وخيطان هدف لخيطان. إذن بتعود الكرة مرة ثانية للشباب 19-23 4 أهداف للشباب. كرة مرة ثانية للبلوشي محاولة على البلوشي وخطوات الحكم بيقول الرمية الحرة ترجع مرة ثانية علي مرة ثانية البوشي إلى سعد عبد الغادر علي البوشي إلى المطيري محاولة إنما كذلك الرمية الحرة علي مرة ثانية وسعد عبد الغادر ملعوبة إنما مسك واضح والرمية الحرة لعب السلبي إشارة واضحة جدا من الحكم خالد الهيل يعطي إشارة اللعب السلبي. إذن يجب أن يتخلص الشباب من الكرة بسرعة والحكم بيطلب المسافة القانونية للشباب. عبد الغادر بكرة جميلة إنما يصطادها حارس المرمى ترجع مرة ثانية لخيطان ومحاولة من الفرحان والرمية على عبد العزيز الفرحان عبد العزيز فرحان والخطأ واضح في الدخول شوفه مرة ثانية شوفه
دخول واضح جدا يسمى في القانون خطأ مهاجم كرة معه يدخل فيه المدافع إذا يفقد خيطان الهجمة يرجع مرة ثانية. الشباب أهدأ بيقود المباراة بهدوء يقود المباراة بحكمة خبرة واضحة جدا. وعلي البلوشي لاعب السنتر ترجع مرة ثانية إلى المطيري إلى البلوشي مرة ثانية إلى البلوشي يحاول يعدي علي إنما الرمية الحرة. إذا دقيقتين واستغربا فترة قليلة متبقية على نهاية زمن الشوط الثاني ومحاولة من المطيري يا سلام عليك الله 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 حلوة حلوة المطيري اتجه إلى الحلول الفردية والحلول الفردية نجحت معه بكرة جميلة جدا. إذا بيسجل خيطان هذا جاسم البرد بيسجل هدف لخيطان. إذا تبقى النتيجة 20-24 نتكلم عن دقيقتين بالضبط دقيقتين على نهاية زمن اللقاء. كرة مع علي البلوشي إلى المطيري مرة ثانية صاحب الهدف الأخير إلى البلوشي والمطيري تمريرات بعيدة عن منطقة الخطورة وخطرة هذه المرة خطرة شايتها لما يصطادها حارس المرمى ترجع للشباب الرمية الجانبية سلام. خلاص 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 الشباب يستعرض بكرة يعني هوائية تلفزيونية شبابية وبيخلص هدف ملعوب محسوب بطريقة جميلة جدا. إذا نتكلم عن دقيقة أخيرة متبقية و 20-25 خمسة أهداف خلاص الشباب في الثواني المتبقية ومحاولة لخيطان تصويبة ترجع مرة ثانية لخيطان ومحاولة للتصويب الرمية الحرة خلاص خيطان إلى المباراة النهائية ينتظر الفائز من خيطان الشباب إلى المباراة النهائية ينتظر الفائز من الكويت والجرين. إذا ثواني متبقية الفرحان يا سلام إنما في خط ولمس لمنطقة الستة أمتار. إذا آخر كرة وآخر فرصة كانت لي خيطان خلاص تعود للكويت غربلي لمشاري ومشاري صيوان يمرر الغربلي كرة ذكية وهو مدافع متخطيا التسعة متر ثم على الستة متر وهدف للكويت. نجيب وضيع ثاني كرة من نجيب عكسية للكويت لعلي عبد القادر وهدف علي عبد القادر وهدف الكويت أربع أهداف نادي الكويت أربع أهداف فكرين هدفين مطلق الدوسري فيصل واصل وواصل وصلها بالمرمى وسجل هدف للقرين الهدف الثالث. أتولع المباراة شوف الغربلي محمد الغربلي من الثبات يفاجئ القرين بتصويبه مفاجئ وهدف على يسار تمريرة خاطئة مشعل طاها إلى الضويحي إلى القربلي والقربلي بالمرمى ويولعها شوف ولعت المباراة اضبط اللي بقى الله 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 القربلي محمد ضبط دوسري مراقب تمرير خطيرة الله 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 يا فيصل يا واصل لمحمد الصانع كرة جميلة على الدائرة على طول محمد الصانع يصنع هدف للقرين. خلونا نستمتع خلونا نتونس بهذا اللقاء خميس يا عيني عليك يا يلا يا خميس جدا من كرة اليد إلى هجمة لنادي الكويت مشاري طاها وهدف مشاري طاها بهجوم عكسي سريع مصطفى لنجيب المراقب
الموسوي يا عيني عليك يا عيني، عيد هذه الكرة، هذه الكرة تدرس، هذه الكرة شوف 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 مرسومة. كرة معه مشعل طه، عبد الله القرابلي المراقب كل المراقب، عبد الله الخميس، عبد الله القرابلي صوب، عبد الله القرابلي وصاد المرمى، صوب عبد الله خطيرة الصانع، خطيرة وهدف يا الله. كرة مع الخميس القرابلي لعبد الله القرابلي، وعبد الله وهدف، هدف القرابلي. ونقوم لهم تاريخهم، عبد الله القرابلي لشقيق محمد يصوب لتعود، مش معقول محمد القرابلي يصوب لنواف الشمري، لمهدي مدن، خطيرة وهدف، هدف هدف. بطولات الدوري الله الله الله، نزل عبد الرزاق البلوشي وارسل كرة صالح المتشوفة. الكويت ناقص لاعب، الجرين متكامل، نجيب لواصل لنواف لصالح، وصالح صالح والله صالح المسوي الريال، لكن مش من أندية الكويت. أوه هدف 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 لعلي عبد القادر، 4 دقائق أخيرة، نجيب نجيب ورمية جزاء، فريقين ناقصين، الكويت راح يستكمل قبل الجرين. كرة مع القرابلي، محمد القرابلي، محمد القرابلي القوة الضاربة في صفوف الكويت، يصطاد شباك الجرين. كرة من الوسط، سيوان سيوان يا عيني عليك يا سيوان، الكرة جميلة من فيصل، يكون خاطئ سسب على الكويت، الصانع والصانع وهدف، اوه هدفين متتاليين. الجرين طه الى عبد الله الخميس، الخميس يصوب وهدف لعبد الله الخميس في مرمى مباركي، الخميس الى عبد الله القرابلي، خطيرة خطيرة خطيرة، ليش قلت خطيرة؟ هو ضاربه عبد الله، هو شقيقه، شوف 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 على طول لتمريرة خاطئة، سعيد السيري، سعيد ينطلق هو، والله نجم هذا اللاعب، والله مشكلة هذا اللاعب، شوف قراءة صحيحة وتحرك ذكي وانطلاق مرتب وخطوات متناسقة، تنقلك من متأخر إلى داش بالفورمة، داش بالمنافسة، خطيرة خطيرة، أوه ليش عطاها؟ رمي جزاء صوب وسجل صالح المسوي، حارس المرمى عبد الرزاق البلوشي تاريخ، راضي من راضي وزعل من زعل، ما حد راح يزعل. رمية جانبية خاطئة، الكويت بدأ يخطئ، والقرين هل يستفيد من هذه الأخطاء؟ خطيرة يا عيني يا عيني يا عيني، 26 قتلك، خطا دفاعي للكويت يستفيد منه القرين بلعبة ذكية، مع انه القرين ناقص 2 من اللاعبين والكويت عنده لاعب واحد يخاف، ومع ذلك استطاع بذكاء القرين ان يصل الى 6 متر. لعبد القادر لعبد الله القرابلي، عبد الله القرابلي عبد القادر لطه، طه يصوب مشاري، طه يصطاد هدف، عكسيه القرين يتقدم، وتركي الخادي يتصدى، تركي الخادي يتصدى، تضيع الكره من القرين لتعود لمشاري طه، هذه هي المباراه، سجل هدف مريح، سجل هدف مريح للكويت، الكويت القرين عليه تسجيل هدف مبكر اذا اراد العوده للمباراه لانه فارق هدفين. هذه الكره مهمه للقرين، نجيب ونجيب وهدف، عادت المباراه عادت المباراه، القرين يصطاد مرمى تركي الخادي بهدف مبكر، وباجي صيف الكويت، صيف الكويت، كره مع عبد الله الخميس، الخميس يصوب، جنتلمان كره اليد بنادي الكويت، الخميس ودخول خاطئ، دخول خاطئ، صفر الحكم واعلن نهاية لقاء الكويت والقرين، 33 الكويت، 31 القرين، مبروك القرين ومبروك الكويت ومبروك القرين، قدم مباراة رائعة الحقيقة،
وكان نهائي كما قلت لكم في البداية. مبارك قحطاني عضو مجلس إدارة و يعقوب رمضان وتغليد لاعب الشباب خالد أنس سعد مدرب وألكسندر مدرب الشباب حقيقة قدم نادي الشباب مباريات مهمة في مجموعته ووصل بكل استحقاق وجدارة للمباراة نهائية. مبروك لنادي الشباب، مبروك لنادي الشباب المركز الثاني، وإن خسر يبقى أنه خسر أمام الكويت الأكثر خبرة. والآن جاء دور نادي الكويت صاحب المركز الأول، بطل الدوري للموسم الحالي وبطل الكأس، الميدالية الذهبية، الميدالية الذهبية والمركز الأول لنادي الكويت الرياضي يقوم بتقليد نادي الكويت الميداليات الذهبية. السيد عبد العزيز المرزوق رئيس نادي الكويت والسيد ناصر أبو مرزوق رئيس اتحاد الكويتي لكرة اليد والسيد خالد القانب نائب رئيس نادي الكويت الرياضي. مبروك لنجوم الكويت هذه البطولة التي أضيفت كبطولة بجانب الدوري ابتسامات مستحقة، ابتسامات لها يعني وقحة ولها أحقيتها باعتبار الكويت كان بطلا للموسم الرياضي 2011-2012 بطل كاس، وهو اليوم يعود لحصد بطولتي الدوري والكاس بكل جدارة واستحقاق. مبروك نجوم الكويت، والميداليات الفضية الذهبية تعانق رقابهم. ألف مبروك لنادي الكويت. ما زال رئيس نادي الكويت سيد عبد العزيز المرزوق وتهنئة لعيبته، ومعه سيد ناصر أبو مرزوق رئيس الاتحاد الكويتي وسيد خالد الغانم نائب رئيس الاتحاد الكويتي. مبروك لهذا الجهد، جهد في محله أثمر عن بطولتين قاليتين وأهم بطولتين للاتحاد الكويتي لكرة اليد لفرق الدرجة الأولى دوري كرة اليد وكأس كرة اليد باحتضان نادي الكويت الرياض. ما زالت الميداليات الذهبية تعانق رقاب لاعب الكويت وبانتظار الكأس. دار الهوى دار، دار الهوى دار، والكأس دار على كيفان، كأس دار على منطقة كيفان. الكأس بيد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد ناصر أبو مرزوق ومحمد القرابلي. ها هو الكأس، ها هو الكأس. وسع الملعب، وسع الملعب بالورد، حذفوهم بماي الورد والعنبر، رشوهم. حق النادي الكويت بطل الكأس بكل جدارة واستحقاق، بكل جدارة واستحقاق. حبوا الكاس وهبت رياح من شمال وجنوب، وجا الكاس للشمال وراح لنادي الكويت. مبروك اعزائي المشاهدين، فرحة لا توصف بكل فئات انديتنا الرياضية، القرين والشباب الكويت والقرين وبكل قيادتنا الرياضية. فرحة لنادي الكويت، مبروك الكاس راح لمن أعطى، الكأس راح لنادي الكويت. لحظات لا توصف، لحظات لا توصف لمحبي نادي الكويت. في آخر الكلام، في آخر الكلام نقول يا بو يا بو، تراهم يا بو يا بو الدرع، واليوم الكأس يا بو، شوفوه يا بو. أعزائي المشاهدين، بهذه اللحظات وبهذا التتويج أستودعكم الله، ومع أفراح نادي الكويت واحتضانه لكأس البطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد، ومحبيه من جماهيره وهم اللاعبين يقدمون الكأس لمن كان خلفهم للاعب رقم واحد و
وهي الجماهير الوفية التي ساندتهم ولن تبخل عليهم يوما، فلهم كل الحق بالفرحة مع لاعبتهم وجماهيرهم. سنعود بعد قليل للاستوديو التحليلي وزميل عبد الله حسين وزملاء المحللين رائد الزعابي عبد الله جاسم وليد عايش لتحليل هذه الأفراح. إلى أن نلقاكم في لقاءات أخرى، لكم مني ألف تحية، وتحية جاسم الدياب يحييكم إلى الملتقى. يا بالفوز كويتاوي،
يغلب ما حد يغلبه هذا زين كويتاوي.